اذا نادى المنادي صلوا في رحالكم فهل يؤذن قبل هذا النداء او بعده؟ جاء ابن عباس صحيح هذا وهذا، لانه اذا اراد الامام ان يخبر الناس بان يصلوا في رحالهم ان شاء اذن اذن كاملا ثم قال صلوا في رحالكم، وان شاء قال ذلك عند حي على الصحيح الفلاح بدل ما يقول حي على الصحيح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، كل هذا جاء ثبت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كمل الاذان حتى لا هناك انكار للواقع ثم قال ذلك حسن، وان قاله هل حي على الصلاه حي على الفلاح فلا باس، كما جاء عن ابن عباس المقصود انه مخير. نعم.